بوضع طبيعي أن يتمكن برشلونة اليوم في المحاولة في دوري الأبطال. كرة وصلت في الجهة اليمنى، المحاولة تبدو برشلونة فيما أنيستا أربع بطولات من خمس. هذا ميسي ولكن ميسي يقف في موقف تسلل. أنيستا بنفسه، شوف برشلونة عنده خمس بطولات الأول، وين الجول الأول لمصر؟ الله 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 الله، ياكل الجول الأول، ياكل الجول الاول ولكنه ملغي. ومن اللي سجل؟ محاوله روما وصلت الى جوتو، يسقط على ارضيه الملعب، حكم المباراه يقول ما في شيء، جيكو يطالب بضربه جزاء، والحكم الدولي الهولندي داني ماكيليا يقدم الان ويعمل الافضليه في هذه اللحظات. الكره تحول الدقيقة العاشرة على بداية المباراة، الكرة السريعة جدا، هي ما راح تكون سهلة لكن هؤلاء قادرين. لاحظ معي ميسي في هذه التسديدة يتمكن منها أليسون. أليسون قلت لك راح يكون مشغول، سواريز قبل قليل والهدف 3-0، الموضوع انتهى. الكرة السريعة والتغطية الحاضرة، حل خرافي اللي سجله كريستيانو، الهدف الأول قد يأتي، التسديدة ولكنها تسقط وتحول إلى ضربة ركنية. يحاول بشكل متواصل الوليد روما، الخطورة مستمرة، الكرة في القائم، ومرة أخرى التسديدة لويس سواريز إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة إنييستا أولا في القائم الأيسر، وبعد ذلك تسديدة لويس سواريز للجول الأول. ميسي يتقدم، يتلاعب، خلص واحد، خلص الثاني، التسديدة بعد ذلك من ركتش لكنها إلى خارج أرضية الملعب. يمكن عاد الليلة شوف السهرة الرائعة والهدف الخرافي منها. إلى ميسي، يتقدم ميسي، خلص ميسي، الثاني ميسي، لكن خلاص توقفت المحاولة. السبب في، شوف لويس سواريز أخذ بلا أهداف، مهمة ليست سهلة لفريق روما. سقوط على أرضية الملعب من اثنين من اللاعبين، لاعب فريق انجليزي لا اعلم، كل شيء ممكن ان يحدث. محاوله فيلموم يسيطر عليها، ولمسه رائعه اخرى والتسديده تمر. مشروع الهدف الاول كان ممكن جدا ان ياتي الهدف الاول، ومن المرتدات يستفيد روما من المرتدات، الكرة الخطيرة، لا 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 عاد هذا، وانيستا يتقدم الى الامام. اربع سنوات مع مانشستر سيتي، اللاعب الدولي الصربي، لاحظ الكرة السابقة، شكل الجول الاول راح ياتي، شكل الهدف الاول راح ياتي من محاولة الى محاولة، الجول الاول قد ياتي في اي لحظة من اللحظات. حاول يتلاعب، يتقدم، يرسل الكرة الرأسية ولكنها مقطوعة، هو يكون عامل مساعد للمهاجمين بالكرة التي تصل في الأخير إلى، لاحظ مثلا معي الكرة اللي تحول وميسي يتقدم. ميسي برشلونة وصلت إلى راكيتيتش مرة أخرى لإنييستا، الله متتابعة وبلمسات سحرية. خدمات الجليلة، ميسي والثاني، ميسي والهدف الثاني، ضربة جزاء أم لا؟ لا 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 لا، لكن المدرجات تطالب الآن. ردة الفعل أمامك من كولاروف، كولاروف ينقلها في سقوط أيضا، في مطالبة نعم. حكم المباراة، شوف حكم المباراة، ما أدري والله، اليوم يمكن الحديث عن حكم المباراة. خلك حاضر يا جمال. جو بلغريني، جيكو بلغريني يسدد، ولكن في خط الوسط محاولة برشلونة، الكرة تحولت وصلت عالية إلى حارس المرمى. شاهدنا بايول في المدرجات، ونشاهد اللاعبين الكبار، ونشاهد سقوط ستي، سقوط حائط السد، وميسي يتقدم ولكن تصل محاولة ميسي، يتقدم ميسي، يخلص ميسي، التسديدة لكنها تصل اليمنى. روما في الجهة اليسرى ومحاولة روما، الله بيروتي إيضا.
استفادة منها. لذلك ضاعت جف ردة الفعل أمامك ويمكن يكون الجول الثاني، لكن الكرة تضيع من سواريز وسواريز يقف في موقف تسلل. شوف ردة الفعل أمام الكبار الإيطالي يجري على مانشستر، وبالتالي محاولة روما اللي يجري أمامك وبكريستيانو الذي تألق أمس وبهذه المحاولة، ولكن أعتقد عبرت وأصبحت إلى ضربة مرمى. أتمنى خطأ لمصلحة برشلونة. وصلت إلى ميسي، ميسي الله 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 الله، ميسي يتقدم. ردة الفعل عجبني حارس المرمى البرازيلي أليسون. الشوط الأول وكذلك الشوط الثاني ميسي يتقدم، ولاحظ إنييستا، خلص إنييستا، تقدم إنييستا، يقود المحاولة التسديدة ولكن تصفى. الله الله الله، البينية إلى ركلة، جو 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 الساحر يتقدم، ينقله لراكاتات يسدد، ولكن ردة الفعل من جانب روما، تأتي التسديدة قد يأتي سواريز يتقدم والثالث يا خلاص خلاص، اتركوا المساحات وخلوهم على كيفهم. وتقدم مكيتي قبل قليل وتسبب بالهدف، وتقدم بيكي الآن وثلاث صيح روما تقليص الفارق. تالي الجول وين؟ الجول الثالث وين؟ الآن برشلونة وبمساعدة لويس سواريز بيكي سجل الهدف الثالث، لأن هدف ثلاثة ممكن يكون الهدف الرابع. اللعبة الضربة الركنية القوية، شوف فقط 22 مباراة، محاولة روما التسديدة ولكن تصد، وايد ضربات ركنية لروما لكن ما استفاد منها ولا مسجل أي هدف. خطأ من تير شتيغن، 3-1. لا يا الله يا الله، في هذه اللقطة شوف كرة ضائعة والتسديدة، والله يتألق تير شتيغن، تألق قبل ارتقب خطأ قبل قليل، أيضا قادم بكرة، أيضا جول جول، جيكو جيكو يتقدم ويسجل بالتخصص، يسجل جيكو في مرمى برشلونة في الكامبانو، يسجل جيكو حتى في مدريد وحتى في سانتياغو برنابيو. وصلت أكو الرابع، أكو وصلت إلى راكيتيتش مرة أخرى لإنييستا، الله 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 الله، بلمح البصر وبكرات متتالية متتابعة وبلمسات سحرية، الله الله الله، البينية إلى راكيتيتش، جو 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 جو، اللعب بهذا الشكل الجميل، تضغط تسجل، قد ياتي سواريز يتقدم والثالث يا خلاص خلاص، اتركوا المساحات وخلوهم على كيفهم. وتقدم مكيتي قبل قليل وتسبب بالهدف، وتقدم بيكي الآن وأيضا قادم بكرة، أيضا جول جول، جيكو جيكو يتقدم ويسجل بالتخصص، يسجل جيكو في مرمى برشلونة في الكامبانو، يسجل جيكو حتى في مدريد وحتى في سانتياغو برنابيو. وصلت أكو الرابع، أكو الرابع
الوضع الطبيعي أن يتمكن برشلونة اليوم في المحاولة في دوري الأبطال. كرة وصلت في الجهة اليمنى، المحاولة تبدو برشلونة فيما أنيستا أربع بطولات من خمس، هذا ميسي ولكن ميسي يقف في موقف تسلل. أنيستا بنفسه، شوف برشلونة عنده خمس بطولات الأول، وين الجول الأول لمصلحة؟ الله 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 الله، ياكل جول الأول، ياكل جول الأول ولكن ملغي. ومن اللي سيطليان محاولة روما وصلت إلى جوتو، يسقط على أرضية الملعب، حكم المباراة يقول ما فيه شيء، جيكو يطالب بضربة جزاء، والحكم الدولي الهولندي داني ماكيليا من الآن ويعمل الأفضلية في هذه اللحظات. الكرة تحول الدقيقة العاشرة على بداية المباراة، الكرة السريعة جدا هي ما راح تكون سهلة لكن هؤلاء قادرين. لاحظ معي ميسي في هذه التسديدة يتمكن منها أليسون. أليسون قلت لك راح يكون مشغول، سواريز قبل قليل والهدف 3-0، الموضوع انتهى. الكرة السريعة والتغطية الحاضرة.